أوكي، مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا الشرح رقم 7 بدروس البرمجة بلغة الجافا بطريقة الـ Functional Programming، البرمجة الوظيفية باختصار FP. طيب هلا بهذا الدرس رح نبلش نتعلم كيف نستعمل الـ FP بطريقة تطبيقية وطريقة عملية أكثر وبأشياء جاهزة، لأنه واحد الصراحة يعني بعد اللي قريته بالكتاب كان كتير ناشف. طبعا هو ناشف لانه بيحكي عن النظريه تبعت الاف بي، بس هالمره يعني مثل ما حكيت بدنا نحكي اشياء تطبيقيه، بس القصد انه اذا بدي اقعد ابرمج انا الموضوع تبع الاف بي وكل الداتا ستراكشرز اللي فيه وكل يعني كل البنيه الهيكليه تبعته وكل الاشياء هاي بتاخذ منها وقت. كويس، لذلك احنا بس على نفهم المبدا. هلا من هون بالرايح بنبلش نتعلم كيف نخلي الجافا لغه برمجيه وظيفيه بيور كامله، عرفت شو يعني؟ تصرفها يكون تصرف كانك عم تستعمل مثلا لغه الهاسكل. كويس، طيب ولكن بنضل بدنا نستعمل الاوبجكت اورينتد، لانه الجافا البنيه تبعها الاساسيه هو الكلاس والاوبجكتس وهيك. اوكي، بس نحن حندخل مكتبه جديده وراح نبقى نستعملها. هلا كيف هذا الحكي بيتم؟ هلا انتم شايفين شوية اكواد غريب عليكم، يمكن اول مرة بتشوفوا طريقة الكتابة بهالطريقة هاي، هذا كله اف بي. تمام، هلا كيف نعمل مشروع جافا وبيكون بياخد اف بي؟ هو بالاساس مثل اي مشروع جافا، بتحط فولدر، بتفتح باللايبرري فولدر تبعتك وبتحط فيه الكلاسات او الاوبجكتس اللي هن نحكي المكتبات الملفات الجار اللي بتحطها. تمام، اساس يصير عندك تطلب منها كل عمليات الشغل اللي انت بدك اياه، وهون احنا عم نحكي عن الاف بي. تمام، هلا المشروع اللي حنقيه يس حيكون طريقته ميفن. ميفن هي طريقه بال انا هون عم استعمل اكليبس بالمره احسن ما اكون عم بنسى. يس المحرر عندي هو اكليبس، ف بفتح بروجكت. اوكي، واللي بدي اقوله انه الميفن هي طريقه بتنظيم المشاريع. اوكي، مخص جافا اكثر ما هي مش مجرد كمان تنظيم المشاريع، هي كيف مثلا اللي بيستخدم بالسي بلس بلس الميك بصير بمطرحه معينه بيقدر يعمرها، ما ضروري يعمر كل المطرحه. تمام، بيقدر يبني الكود ويوصله بالمطرحه اللي تغيرت، ما ضروري يجي يبني الكود ويقراه كله ويفسره ويترجمه كله لبرنامج كامل بس ويحوله لملفات دوت كلاس بس نقطه كلاس لكل البرنامج عشان يطلع البرنامج ويجربه من اول جديد. بس بصير في مطارح بده بغير فيها. تمام، وبقدر كمان من خلاله انظم مشروعي، نعمل على جيت هاب او على الاس بي ان، يعني على سب فيرجننج ويس اللي هي بتخليك تراجع المشروع مثلا حسب الاصدارات تبعته. اوكي، فباختصار طبعا بالنيو بروجكت ويزرد انه فتح مشروع جديد بتبحث عن كلمه ميفن بروجكت. تمام، نعمل نكست. هلا اللي تحت هون هو اصلا ميفن بروجكت جاهز. اوكي، لكن انا بس بدي افرجيكم كيف، وبعدين في نقطه راح نفشلها لانه هي بدها انترنت، بس مجرد اتصال بالانترنت بس، مشان هيك عم حذرك من الاول انك بحاجه لاتصال بالانترنت لنحمل المكتبات اللي احنا ناطرينها. هلا بتعمل كرييت سمبل بروجكت لانه بديش تفاصيل الارك تايب، انه كيف الاركتكتشر تبع او البنيه تبعت المشروع كيف راح تكون، بس مجرد مشروع عادي بسيط بسيط بسيط، اول شيء واحد ببلش فيه. بنكمل فيها هيك، نحط اسم للمشروع اس فولدر المشروع يعني مثلا. اوكي، مثلا جافا اف بي. اوكي، ميفن سميه. تمام، وكمان جافا ميفن اف بي. تمام، وبنكمل نقول فينش بس، لا مش شيء مهم يعني. اوكي، وطريقة التحزين تبعت البرنامج انه جار وانه شو الفيرجن تبعته تبلش. تمام، هلا بنشوف. هلا مش راح اشرح الميفن، في ناس شارحينها كثير على النت. تمام، في شاب هندي حشارحها بروعه يعني، عرفت شو؟ لو انه بالانجليزي شارحها بالتفصيل ممل يعني، ما ترك شيء فيها وبتقدر تفتح مشروع ولا اروع. تمام، هلا صار عندي انا مشروع بتلاقيه هون اسمه جافا ميفن، هي شايفينه هذا هو. هلا بنروح على نفتح هيك هذا البوم دوت اكس ام ال، يعني دبل كليك عليه. تمام، هلا هذا تفاصيل المشروع، مميزات المشروع. اوكي، هذا عن طريقه الميفن بتبقى تعمر للبرنامج. اوكي
يعني كيف الكومبايلر تبع جافا، شو راح ياخذ الملفات، ربط مين مع مين ويحط مين مع مين ليطلع مشروع، وين الملف المين بقلب الابلكيشن، الملف الرئيسي يعني اللي ببلش من البرنامج، وهيك عرفتوا كيف. هلا باجي انا بفتح ديبندسيز، اوكي، بضيف اعتماديات اللي هن حيكونوا مكتبات الاف بي. كويس، هلا بدور هون على شو، على فانكشنال، شايفين فانكشنال جافا، بطلب اثنين، بنقيهم اثنيناتهم، بكبس يعني اذا ما بيساعدني اكبس اثنين مع بعض، طيب ما بيأثر، نكبس على الاولانيه وبضيف الثانيه كمان فانكشنال، لازم الثانيه، اوكي بنضيفها، اوكي، وبتقول له مانج، اوكي. هلا باجي بعمل له مانجمنت وبضيفهم اثنين، تمام. هلا انا اظن لانه عندي اياهم نازلين ما راح يحتاج انترنت، تمام، او يمكن لما اعمل البيلد انا ناسي انا بالضبط وين، بس القصد لما تشغل البرنامج راح ينزل لك الملفات هدول. هلا بحساب انا خالص يعني ما عاد عندي شيء اضافي، وبلش بفتح مشروع جديد، قصدي ملف جديد، بروح على السورس، بروح على المين، بفتح نيو، اوكي، وبفتح كلاس جديدة، تمام. طبعا بدي فيها المين هذا انه من وين ببلش الابليكيشن يشتغل، وبالتالي لانه انا بس بدي اعمل شي تستات يعني ما اكتر، بدي اعمل اختبارات، اوكي، ومثلا اسميه مين، اوكي، او خلينا نسميه مثلا جافا اف بي مثلا صغيرة، اوكي، بس هيك، تمام، هذا هو البرنامج تبعي. طيب اوكي، فبكون انا جاهز، وطبعا هي الميفن ديبندسيز نازلين هون، الملفات الجار، تمام، وشكله حاطهم بمطرحة عندي على الدرايف انتو ريبوزيتوري، يا هون شايفين في عندي فولدر مخصوص هون نازل فيه كل شيء للميفن، تمام، اوكي، يعني اصلا نازلين هني، اوكي. فبدك مهم بدك تفهم انه بدك انترنت، هذه اكيده يحمل لك هني عن طريق الانترنت، تمام. طيب هيك بكون انا خلصت تجهيز المشروع.